على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء. أكيد هذا الأسبوع اللي نعيشه هو أسبوع عيد الغدير الأغر بولاية أمير المؤمنين مولانا وشفيعنا، إن شاء الله دائما نجدد البيعة لمولانا أمير المؤمنين، وإن شاء الله تكون حلقاتنا على مدار هذا الأسبوع خاصة بهذا العيد الأغر. طبعا اليوم الأحد استؤنف الدوام لطلبة المرحلة الإعدادية، أقصد الامتحانات النهائية. يا رب إن شاء الله التوفيق والسداد والنجاح لهم، وأمنياتنا للجميع بالنجاح الباهر. إذن مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة متجددة مباشرة من صباح كربلاء نقدمها أنا والعزيزة سوزان. صباح الخير وصباح العافية، وأسعد الله أيامك يا سوزان. إن شاء الله للجميع كل عام وانتم بألف خير، وعيد إن شاء الله أضحى مبارك، وعيد الغدير القادم إن شاء الله بأفراحة وبالثبات على الولاية للجميع إن شاء الله. تتوفقون لأنه تقدمون هذه الخدمة الجليلة بإعدادكم المميز إن شاء الله بهذه الفقرات، وهذا شيء قليل ممكن أقدمه بحق شعات أمير المؤمنين والمحبين. أحسنتم وموفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا سلام على النبي البشير، وسلام على الوصي الأمير، وسلام على الذين استقاموا باتباع المولى أمير الغدير. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، ويسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية أمير المؤمنين، وبالتأكيد سوف تكون هذه الحلقة بفقراتها المميزة سوف تتناول هذه المناسبة بكل تفاصيلها إن شاء الله بهذا الاستعراض والاستهلال السريع لأبرز الفقرات التي سوف نقف عندها. إذا من أولى الفقرات سوف نكون مع خبر الصباح، وفي خبر الصباح: خدمات يقدمها حفظ النظام التابع للعتبة الحسينية المقدسة لكبار السن. ومن خبر الصباح نذهب إلى تقرير عيد الغدير في دمشق مع الزميلة صفاء الواسطي. وسنكون مع فقرة نقاش صحي، وفي فقرة نقاش صحي: ضغط الدم في الصيف أسبابه وعلاجه، مع الدكتورة صبا عبد الرزاق الجنابي أخصائية طب أسرة وتغذية. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسوا المشاركة بسؤال التفاعل لحلقة هذا اليوم وجولتنا مع المراسل ماجد الأسدي. والسؤال يقول: كيف وما هي صفات من يجدد البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ إذن مشاهدينا الكرام، كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. دائما بدايتنا هي التوكل على رب العباد، ودعونا نذهب بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا الولهة والمشتاقة إلى حضرة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نستمع إلى دعاء يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أستغشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها، وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. منين يا سوزان، إن شاء الله دائما حوائجنا مقضية، وإن شاء الله يا ربي بما أنه على امتحانات نسأل الله تعالى التوفيق والنجاح لكل طلبتنا الأعزاء، وأكيد الأمن والأمان وتعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. أحسنتم، وإن شاء الله الجميع سبحانه وتعالى يوفقنا للثبات على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. سلام. وبهذه المناسبة نقول: زور مظهر الحق الجلي واصدح بصوتك يا علي، وقل السلام على الهدى وعلى الغدير المنهلي وعلى أمير المؤمنين الكامل المستكمل، وعلى النبي مؤمرا إياه يوم المحفل، صلى الإله عليهما فهما ملاذ السؤال. لك يا علي مودتي شمسا تشعشع من علي، وتفيض ضوء تدبر للمستنير بأنبلي، ولكل صاحب ذمة يخشى ضياع الموئل، ويصغ حبا صادقا ويتوق عشقا للولي، فإلى الغري أو إلى الغري مرقد لأميرنا المتهلل، أزج السلام مخلدا عيد الإمام الأول، وأقول ملء فمي صدا لك يا وصي يا ولي، والخافقان مشاهدي وجوانحي وأناملي، لك بيعة لن تنثني أبدا ولن تتحولي. نحن المنادون القائلون عند الشدائد، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، من كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. جميل يا أبي هذا النصب، هل يمكنك أن تصنع مثله ويكون يدي ويدك؟ نعم أستطيع، ولكن لا يمكن أن يكون ليدينا، فلهذه اليدين قصة رائعة. ما قصة هذه اليدين يا أمي؟ في السنة العاشرة من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود من الحج، وفي الطريق وصلت القافلة إلى منطقة يقال لها غدير خم، وحينها هبط أمين الوحي جبرائيل عليه السلام لإبلاغ المسلمين بالأمر الإلهي لتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة للأمة من بعده. كلي شوق يا أبي، لا أعرف ما قاله ملاك الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولكن يا أمي، لم أفهم جيدا قول ملاك الوحي جبرائيل عليه السلام. أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
إن لم يبلغ أوامر الله بتنصيب علي عليه السلام وليا للمسلمين بعده، فإن الرسالة التي تعب في بثها ليست بشيء. ولهذا يا ولدي تحتاج الرسالة إلى حارس معصوم، ويستحيل أن يترك الله عز وجل خاتمة الرسالات من دون معصوم يحميها ودون ولي أو وصي يصونها. جميل جدا يا أمي، وماذا حصل بعد ذلك؟ أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموكب بالتوقف تحت أشعة الشمس الحارقة، وقال لجموع الحاضرين: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين بأنفسهم؟ أجاب الجميع: بلى يا رسول الله. ثم أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب عليه السلام ورفعها ليراها الناس وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وكررها 3 مرات، ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأدر الحق معه حيث دار. ثم أمر النبي الحاضرين أن يبلغوا من لم يحضر التجمع بهذا البلاغ المهم. وهكذا أصبح الإمام علي عليه السلام ولياً مفترض الطاعة. نعم، ولياً مفترض الطاعة بأمر الله ورسوله، وسمي هذا اليوم بعيد الغدير، وهو عيد الله الأكبر. والآن يا أبي يسرني أن أقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا صغيرتي. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الولاية. إذن مشاهدينا الأكارم، سوف نكون مع تغطية مباشرة ولنتعرف على فعاليات أسبوع الغدير الدولي 13، الذي هو بالتأكيد برعاية العتبة العلوية المقدسة، وبالتأكيد هناك نشاطات وفعاليات كثيرة بهذه الرعاية وبهذه المناسبة. سوف يكون معنا مراسلنا أكرم العيداني من العتبة العلوية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم إن شاء الله على من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبالتأكيد هناك الكثير من التنظيمات والفعاليات بهذه المناسبة، سوف نكون معكم إن شاء الله ضمن هذه التغطية لنتعرف على تفاصيل هذا التنظيم. نعم، عليكم السلام، أسعد الله أيامكم، والحمد لله على أكمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب بولايته أمير المؤمنين عليه السلام. نعم أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زميلنا أكرم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. مثل ما نعرف انطلقت مهرجان الغدير 13 برعاية العتبة العلوية المقدسة من يوم الجمعة، وإن شاء الله تستمر الفعاليات طيلة هذا الأسبوع. راح نترك الحديث والجو لكم أكرم حتى يعني تطلعنا أكثر وأكثر على هذه الفعاليات التي تقام برعاية العتبة العلوية المقدسة، فالجو لكم. نعم، شكرا جزيلا وعليكم السلام مرة أخرى. فعاليات أسبوع الغدير الثقافي الدولي 13 انطلقت فعالياته كما ذكرتم، وفي هذا اليوم تحديدا ويوم غد إن شاء الله تصل ذروة المهرجان فعالياتها، حيث هناك العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية، هناك ندوات ومؤتمرات علمية، هناك محافل قرآنية، هناك مراسم رفع الرايات. في اليوم الماضي هناك فعالية في المطار، مطار النجف الأشرف الدولي، فعالية لمشاركة وفد من العتبة العلوية المقدسة، تم رفع الراية، وهناك افتتاح لهيئة سميت بهيئة جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه. هذه الهيئة تستقبل الزوار الوافدين من كل حدب وصوب لإحياء هذه الزيارة العظيمة ذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. وهنا اسمحوا لي أن أذكر هناك جالية، الجاليات العراقية في أوروبا والجاليات العربية أيضا من المسلمين
هناك قرروا أن يتوافدوا نحو مدينة النجف الأشرف عبر مطارها الدولي لإحياء هذه الذكرى. أيضا هناك في اليوم الماضي مهرجان أنت العلي الإنشادي الدولي الأول، هناك مهرجانات سابقة شاركت فيها العتبات المقدسة وأيضا العتبات المقدسة وفرقة الإنشادية تتميز في كل عام، ولكن في هذه النسخة شاركت هناك فرق من اليمن الشقيقة ومن إيران ومن سوريا ومن لبنان ومن عدة دول. هناك محافل أيضا تعنى بنشر فكري وثقافة أمير المؤمنين عليه السلام. اسمحوا لي أن أستضيف سماحة الشيخ عبد السادة الجابري من قسم الشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة ليطلعنا أيضا على المراسم التي تقيمها العتبة العلوية المقدسة، وخاصة ما يعنى بنشر فكرة وثقافة المؤمنين في القضايا العقائدية. سلام الشيخ، السلام عليكم وأسعد الله أيامكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأيام جميع المؤمنين والمسلمين بهذا اليوم المبارك، يوم عيد الغدير الأغار، عيد الله الأكبر. شيخ، العتبة العلوية المقدسة كعادتها قد استنفرت جهودها، وهناك كما علمتمونا أن كثرة الوجود تولد الخفية، مهما ذكرنا من المحافل من الندوات من المؤتمرات من الفعاليات العديدة لابد لنا أن تخفى علينا بعضها. أطلعنا على ما قام به قسم الشؤون الدينية فيما يعنى بنشر فكري وثقافة أهل البيت وأهمية إحيائها في مثل هذه المحافل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرفع آيات التهاني إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله، إلى الأئمة الأطهار، لا سيما الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى مراجع الدين، إلى المؤمنين جميعا بهذه المناسبة المباركة. الأعياد كما تعلمون الأعياد الشرعية الدينية أربعة أعياد، أعظمها أشرفها أفضلها كما على كلام المعصوم عليه السلام هو يوم الغدير، يوم 18 من شهر ذي الحجة من كل سنة، فهو أشرف الأيام. وكذلك تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، لكم برسول الله أسوة حسنة، وكذلك من قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تقوم العتبة العلوية المقدسة بإحياء يوم الغدير، لأن النبي صلى الله عليه وآله في كلام له يقول كان الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام نعم أكيد هناك خلل في هذا البث، لكن الحمد لله تعرفنا هناك عديد من الفعاليات برعاية العتبة العلوية المقدسة بمناسبة عيد الغدير الأغر، وإن شاء الله راح تنطلق أيضا فعاليات برعاية العتبة الحسينية المقدسة وبرعاية العتبة العباسية المقدسة وأكيد باقي العتبات المقدسة. إن شاء الله يا ربي تكون كلها يعني هذه الأعياد والمسرات لأمة محمد وآل محمد إن شاء الله. إذن نرتبط مرة أخرى مع مراسلنا الزميل أكرم العيداني. نعم أكرم، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية إن شاء الله، وبرعاية المهرجان عيد الغدير الأغر بنسخته 13 مع ضيفكم الكريم إن شاء الله. نريد نتعرف أكثر وأكثر، وهل سيستمر هذا المهرجان إلى نهاية هذا الأسبوع؟ يا ريت تطلعنا أكثر حتى نتعرف إن شاء الله زميلنا أكرم العيداني. نعم أكرم تسمعني؟ نعم إن شاء الله. النجف داخل العراق خارج العراق، نعم، أماكن متعددة ترفع راية إيذانا بعيد الغدير وولاية الغدير، وتركيز على أهمية هذا العيد في حياة الدين الإسلامي في حياة المسلمين، المؤتمرات الصحفية، المؤتمرات العلمية، المعارض بالنسبة للمخطوطات والنفائس للخط العربي، في خط هناك مصاحف بخط أمير المؤمنين عليه السلام، إضافة إلى أيضا كل الفئات تشارك. هناك أيضا أنشطة موجهة للمرأة المسلمة
هناك أنشطة موجهة لصغار السن، الأطفال الناشئة، هناك أنشطة متوجهة إلى الفنانين، هناك مهرجانات الشعر العمودي الفصيح والشعبي إلى غيرها، فعاليات منها. هناك المعارض، رفع اللوحات تمثل نصب يوم الغدير إلى غيرها من هذه النشاطات كثيرة لا يسعني أنه استحصائها بهذه الفترة. تزيد أيضا في كل سنة وفي كل عام. سمعت الشيخ، الأئمة الأطهار والإمام رضا عليه السلام قد أكد في رواية على أهمية الحضور في يوم الغدير عند أمير المؤمنين لإحياء هذه المناسبة العظيمة. الحضور، هل هو حضور قلبي، هل هو حضور بدن؟ أهمية الحضور وكيف تكون أداء الزيارة بالنسبة للإنسان الموالش؟ أمة أهل البيت عليهم السلام، علمهم إرشاداتهم مأخوذة من النبي صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى. نلاحظ الأئمة يؤكدون على يوم الغدير، أهمية عيد الغدير. مثلا ذكرنا ما كان النبي صلى الله عليه وآله أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، هو يوم عيد وفرح. نلاحظ الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على ليس فقط إحيائه بالفرح وبيان يوم الغدير، لا، بل أنه لا بد للمؤمن أن يحضر عند قبر المولى أمير المؤمنين. يا ابن أبي نصر، نصر الرواية، يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر عند أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير. فهذا تأكيد من الإمام الرضا عليه السلام. هذا الحضور يمثل شيء عندما يأتي الزائر إلى قبر أمير المؤمنين، إلى قبر النبي، إلى قبور المعصومين الأولياء، هو عبارة عن تجديد البيعة والولاية، وأنه ثبات منه ووفى بأنه يسير على هذا الخط، على نهج النبي. التكهرب بتوجيهات ومبادئ وقيم ذلك المزور أمير المؤمنين عليه السلام، يعني كأنما يقول الزائر أنه يا أمير المؤمنين نحن على العهد معك، هذه بيعة، نحن سائرون على المبادئ الإسلامية، على القيم الإسلامية، مفارقون للباطل ملتزمون بالحق. هذا معنى حضور المؤمن إلى قبر المعصوم أو زيارة المشاهد المشرفة. أتعبناك معنا ولكن نطمع في كرمكم. الشيخ الصديق حسنين قفطان ذكرني بوصف لطيف يقول أن إحياء هذه الذكرى لابد أن نعرف مشروعية الكف التي رفعها أمير المؤمنين، التي رفعها الرسول الأعظم في هذه المناسبة المباركة. يعني مشروعية الكف، كف أمير المؤمنين في عيد الغدير، هل هي للأمور الدينية فقط أم تعنى بأمور السياسية والأمور جميعا؟ بالنسبة للأئمة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى، النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا يتصرف من عند نفسه، بل هو أمر من الله سبحانه وتعالى. جاء الأمر الإلهي بكون أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة ابتداء من آية الإنذار، وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله يبلغ هذا الشيء قولا وفعلا، تصريحا، تلميحا، في كل المناسبات إلى هذا اليوم. أحسنت. حيث نزلت هذه الآية، يا أيها الرسول بلغ، هذه آية أمر من الله سبحانه وتعالى، بلغ ما أنزل إليك من رب. أحسنت. فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أحسنت سمعت الشيخ عبد السادة الجابري من قسم شؤون دينية في العتبة العليا للقدس، لا تسونا بالدعاء سمعت الشيخ. نعم زميلتي الكريمة، نعم شكرا جزيلا أكرم، وإن شاء الله لا تنسونا من الدعاء والزيارة في حضرة سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وإن شاء الله نستمر وإياكم بباقي الأيام والحلقات في هذه التغطية. شكرا جزيلا. نعم حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، ما زالت فقرات صباح كربلاء تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم. نتوقف لدقائق مع الزميل كرار الوزني وموجز الأخبار. تحية طيبة، هذا موجز بأهم الأخبار. الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تعلن البدء بفعاليات الاحتفال بأسبوع عيد الغدير الأغر عبر رفع راية الغدير على قبة مرقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
حفل رفع الراية تضمن حضور ممثلي مكاتب المرجعيات الدينية والعتبات المقدسة وشخصيات رسمية واجتماعية. مشروع سرداب وصحن أم البنين عليها السلام في العتبة العباسية المقدسة يشهد تواصل الأعمال بوتيرة متصاعدة. وقال المهندس المقيم حسين محمد أن الهيكل الإنشائي للمقطع الأول في السرداب تم إكماله والمباشرة بأعمال تسليح سقف المقطع الثاني، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة المساحات لاستيعاب الزائرين في الزيارات المليونية. كوادر شركة عراق سيل التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تبدأ التجوال بين الأحياء السكنية في كربلاء المقدسة لتقديم العروض الخاصة بخدمة الأنترنت. الشركة ومن خلال شراكتها مع وزارة الاتصالات في مجال خدمة الأنترنت عبر الكابل الضوئي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات وبجودة وسرعة عالية وتكلفة أقل. أبناء مدينة الحلة يشيدون بمشاريع العتبة الحسينية المقدسة الخدمية والطبية والتعليمية في مختلف المحافظات، مؤكدين أن ما تم افتتاحه مؤخرا في مدينة البصرة من مجمعات سكنية ومشاريع صحية يمثل نقلة نوعية في الارتقاء بالبنى التحتية للبلد. مؤسسة البقيع الثقافية في بغداد وبرعاية المرجعية الدينية العليا تنظم حفلا مركزيا لتكريم 500 طالب وطالبة من الحاصلين على الإعفاء العام. الحفل جاء لتثمين جهود الطلبة وشحذ هممهم لمواصلة النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية. في ختام هذا الموجز تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، الشكر الجزيل للزميل كرار الوسني لهذه المعلومات للنشرة وموجز الأخبار، ونتواصل مع أفراحنا بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبالتأكيد هذه الأفراح تعم الكثير من المناطق والكثير من الموالين يحاولون أنه قدر المستطاع أنه يبدون محبتهم وولائهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه بمناسبة عيد الغدير الأغار، فتقام الكثير من الاحتفالات والمناسبات بهذه المناسبة السعيدة. وبالتأكيد في سوريا هناك الكثير من النشاطات التي سلطت عليها الزميلة صفاء الواسطي الضوء بالتقرير، نتعرف على تفاصيله ضمن هذا الوقت. قم وانظر العدل قد شيدت عمارته، والجور عندك خزي بيته. أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. أشهد أن علي ولي. يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ والجمع المشهود، عيد الله الأكبر الذي شيد الله به الإسلام وأظهر به منار دينه القويم لتسطع أنوار القيم والتعاليم السامية التي يحملها يوم إتمام نعمة الإسلام بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وتتويجه بتاج الخلافة العظمى والإمامة الكبرى. فاليد التي ارتفعت لتنصر الإسلام رفعها الله في غدير خم. نبارك لكم جميعا الأمة الإسلامية ولمراجعنا الكرام والإمام صاحب العصر والزمان هذا العيد المبارك، عيد الغدير الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب إماما وأميرا على المؤمنين جميعا. وإذ نحتفل بهذه المناسبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية ولجميع المؤمنين النصر
إن شاء الله التقدم والخير والبركات. كل عام وأنتم بألف خير، نبارك للأمة الإسلامية والمسلمين عيد الغدير الأغر، عيد الوي. فالاحتفال بهذه المناسبة الغالية على القلوب الحاضرة في الوجدان أمر أساسي. لذا فقد وجهت جمعية المحسنية في حي الأمين بدمشق جل اهتمامها في إقامة حفل بهيج تعظيما لهذه المناسبة، إذ حضر فيه حشد من أهالي الحي مع كوكبة من رجال الدين والأساتذة الذين اتخذوا من الكلمات والقوافي سبيلا للتعبير عن ولائهم وفرحهم بهذا الحدث المميز. هذا اليوم كما قلت هو يوم ينبغي أن يحتفي به المسلمون جميعا، وأن يتأملوا ما فيه، وأن يتلقفوا رسالته، وأن يطبقوها في حياتهم. وإذا كان قد مضى ما مضى وكان ما كان، ولكن الفرصة لا زالت متاحة، لأن الإمام الثاني عشر من هذه الدوحة النبوية الإمامية الولائية الذي لا نظير له في هذا العالم المعاصر هو بانتظارنا. كل عام وأنتم بخير. مناسبة عيد الغدير، هذا العيد الذي يجمع ليس الأمة الإسلامية فقط، وإنما حتى على مستوى العالم، المستوى الإنساني، لأننا نحتفل بأمر يتعلق بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام الإنسانية، إمام العدالة. عبارات صاغتها أحرف نطق بها العلماء والقائمون على الحفل لترسيخ قيم هذا العيد في نفوس الحاضرين، حيث بيّنوا أنه مثلما ينهمر الغيث من السماء لتنتعش به الأرض وتزدان، انهمرت على البشرية رحمات النبوة، فكانت الرسالة التي منحت العالم النور والسرور ليشد الله أزر الرسالة المحمدية بولاية حيدرية دائمة بعده، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا فليقف التاريخ صامداً طائعاً لمبادئ الحقيقة التي لا تقبل التحريف، والتي تنبثق من الإيمان بالله والتلاصق الروحي بالأحداث الدينية والإسلامية المهمة. والله أجواء كتير حسنة جداً، يعني أول مرة أنا بحضر هون، يعني متشيع جديد، فليت شغلة فرحة كبيرة يعني بالنسبة لي. يعني الحمد لله رب العالمين أنه هداني إلى الطريق المستقيم، طريق محمد وآل محمد، وهذا شعور يعني كتير حلو يعني، وإن شاء الله نتم على الطريق هذا. أياد تشابكت وقلوب تصافت ونفوس تسامحت، حناجر توحدت بنطق عبارات المؤاخاة لتشع الأرواح معلنة الحب والسلام. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعامية: إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصية. فقال: قم يا علي، فإنني قضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. جزى الله خيرا والجزاء بكفه أبا حسن عنا ومن كأبي حسني. لبرنامج صباح كربلاء، صفاء الوسطي، دمشق. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونشكر الزميلة صفاء الواسطي على هذا التقرير الذي أعدته من سوريا الحبيبة. متواصلين وإياكم بباقي فقرات برنامج صباح كربلاء. طبعا هذه الفترة هي فترة صعبة، لأننا نعاني من ارتفاع عالي جدا في درجات الحرارة. طبعا هناك الكثير من الأعراض والحالات التي نشاهدها مع هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وكثير من النصائح والإرشادات تجنبنا عدم الخروج من المنزل خاصة وقت الظهيرة، هناك يكون يعني تأثير على صحة الإنسان. من هذه التأثيرات أكيد هو ضغط الدم،
ضغط الدم يكون هناك ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة. لذلك ارتعينا اليوم ضمن فقرة نقاش صحي نعالج هذا الموضوع ونتعرف على ضغط الدم في فصل الصيف بين الأسباب والعلاج مع الدكتورة صبا عبد الرزاق الجنابي أخصائية طب وأسرة وتغذية. صباح الخير وصباح العافية عليك دكتورة ونورتي الاستوديو. صباح النور ونوركم هذا إن شاء الله. الله يبارك بكم. صباح الخير عليكم. صباحكم بكل خير إن شاء الله. ممكن معلومة زميلتي هذه الفترة ممكن أكثر الأمور اللي راح يتأثر بها جسم الإنسان هو الضغط. فخلينا نتعرف على يعني النوعين، ضغط الدم المرتفع وضغط الدم المنخفض، لأنه حسب الأشخاص أكو ناس تعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب درجات الحرارة، والبعض بالعكس نلاحظ أنه ضغطهم يهبط. فخلينا نتعرف بالأساس وشنو يعني ضغط الدم بالأساس وشنو الأسباب اللي خلت درجات الحرارة تأثر بهذا الشكل المباشر على ملاحظة ارتفاع ضغط الدم أو تخلخل ضغط الدم بهذه الفترة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ارتفاع ضغط الدم هو يسموه القاتل الصامت. ليش؟ لأنه ممكن أنه يسبب اسم الله نوبات قلبية أو جلطات دماغية ويسبب بقتل الإنسان ووفاته، واللي هي تعتبر السبب الرئيسي للوفاة بالعالم. فيسموه القاتل الصامت لأن ممكن يسوي ذين المضاعفات الخطيرة بدون ما واحد يحس به. يعني مو مجرد يعني هو أشوف من المراجع أنه يقول عندي وجع رأس، بس هو وجع الرأس ما له علاقة كلش بالضغط. ممكن أنه صاعد عنده الضغط وهو ما يدري بروحه، أصلاً ما حاس ولا أي أعراض عنده، وممكن تنتهي بهاي المضاعفات الخطيرة. فيسموه لذلك القاتل الصامت، فلازم واحد ينتبه أنه يشيك ضغطه بين فترة وأخرى. طبعا يعني هي هواية أسبابه، بس احنا نقول انه ما دام هو السبب الرئيسي للوفاة لازم واحد دائما نقول الوقاية خير من العلاج، وانه يشيك روحه بين فترة واخرى. طبعا بالنسبة للعوامل، هي اغلب اسباب ضغط الدم هي عوامل غير معروفة، يعني مجهولة مثل ما نقول، لكنه اكو شغلات قليله اللي هي مثل ما نقول الكلى مثلا امراضها ممكن انه سبب ضغط الدم، ممكن انه السمنه تاثر على ضغط الدم، اكو عوامل نقول نقدر انه نتجنبها. خلينا نركز اليوم على يعني ارتفاع درجات الحراره، على الطقس، على الرطوبه، على التعرض لاشعه الشمس، شنو تاثيرها بضغط الدم دكتوره؟ نعم، بالنسبة للحرارة، احنا التعرض المباشر لضوء الشمس طبعا أذية، والجو الحار كذلك حتى إذا ما يتعرض، بس إذا الجو مثل ما الغرفة كلش حار هذا راح يأثر على الضغط سلبا. كيف راح يأثر؟ اللي عنده ضغط واللي ما عنده ضغط، هو ايش حيصير؟ راح يحاول الجسم أنه يتخلص من هاي الحرارة الداخلية اللي عنده على طريق التعرق. من يتعرق راح يفقد هو أملاح وسوائل، فإحنا من يفقد أملاح وسوائل وتتوسع الأوعية الدموية ممكن أنه يصاب بهبوط الضغط، أنه يحس واحد دايخ مثل الإغماء يصير ممكن به، سرعة بالتنفس، سرعة بنبضات القلب، فتشوش بالتركيز مالته ما يقدر. هاي الأعراض نفسها إذا ارتفع الضغط عنده؟ لا، مو نفس هالأعراض. إحنا ارتفاع ضغط الدم عادة ما يصير ويا الحرارة العالية. الحرارة العالية أكثر شيء يسوينا هبوط حتى اللي أدى ضغط الدم المرتفع. ليش؟ لأنه راح يفقد سوائل، راح يفقد أملاح، فهي كلها السبب، وتوسع بالأوعية الدموية كلها تخلي أنه هبوط ضغط. لكن هبوط ضغط مو صحي، مو أنه فشي إحنا نطمح له، لا، وإنما مرضي. فإحنا المفروض أنه واحد دائما يعني إذا شفناه هيك أدى هاي الأعراض، أنه تشوش بالرؤية، أنه دوخة بالرأس، أنه تشوش بالوعي، خفقان، يصير أدى سرعة بالتنفس، إحنا المفروض أول شيء نعوضه سوائل، نطي نغسله بمي بارد، نخليه إذا مثلا هو بواقف مكان حار نوديه بمكان بارد، نفتح عليه المروحة إذا نقدر، نحاول نبرد جسمه مثل ما نقول. وكذلك مو بس نعوضه مي، طبعا هي يحتاج انه شويه نعوضه ملح. فعاده شلون سوائل اللي يطوها للرياضيين، احنا الرياضيين من يلعبون ويمشون مسافات يعني كبيره بالتدريب ولا يعني بالماراثون مثلا، صح، يعرقون، فراح يفقدون صوديوم اللي هو الاملاح. نعم. وفقدون كذلك الماء، فاحنا لازم نعوضه مي وملح مثل ما نقول. فعاده يعني انسب مشروب ممكن لتر مثلا لبن خفيف، ونحط وياه فد ربع خاشوقه شاي ملح ممكن انه نضيفه حتى الصوديوم يتعوض وكذلك المي يتعوض اللي دي يفقده. واحنا ليه وصل واحد لهالمرحله هاي؟ المفروض انه واحد بالجو الحار كل ربع ساعه نقول يشرب فد كوب ماء. صحيح، يعني حتى لو هو مثلا قاعد ببيته وما يتعرض لدرجات الحراره يعوضها بالسوائل وشرب الماء. اي، لان احنا نفقد سوائل بشتى الطرق، يعني غير التعرق التنفس احنا دا نفقد به سوائل،
نفقد بهما. تكرمون الإدرار، الخروج، اللي هي اللعاب، الخلايا اللعابية، يعني كل هاي سوائل. احنا 3/4 الجسم هو بيه ماي، حتى العين بيها ماي، فهاي من ينقص عندنا ما نضطر انه لازم نوصل نحس بالعطش يلا نشرب الماي، لان احنا من وصلنا للعطش معناته مرحله جفاف عاليه يلا حسستنا بالعطش، فالمفروض احنا قبلها احنا نشرب. فواحد يخلي باله كل نص ساعه كل ربع ساعه حسب الجو يعني يشرب كوب ماي. طيب دكتوره، احنا بهذه الفتره ممكن ننصح انه لا تطلعون وقلل الاعمال، وحتى بدات حتى الدوائر الحكوميه تقلص ممكن ساعات العمل حتى ما يكون اجهاد على جسم الانسان. لكن ما أعرف إذا كانت الحركة أو ممكن الرياضة أو ممكن ممارستها، نسمع أنه تنصح به أنه ممكن تساعد بانتظام ضغط الدم، فشنو هذا الموضوع بين أنه حركة الجسم اللي في بعض الأحيان ممكن الحركة هي اللي تسبب ارتفاع ضغط الدم، وفي ذات الوقت ننصح بالحركة وننصح بالرياضة؟ أي نعم، طبعا بالجو الحار اللي يعبر 36 درجة مئوية يعني هذا كلش حار، فأبدا ما ينصح بالرياضة. بس مثلا نقول درجه حراره الغرفه اللي هي 25 نعتبرها او اقل، هاي ممكن انه واحد يمارس الرياضه. طبعا الرياضه واحد بين سائلتها انه يحسن صحه القلب، يقلل الوزن، يعني اللي سمنه همات الخمول البدني ايش حاسه ويسوي سمنه، والسمنه هم ما تاثر سلبا على الضغط، يرتفع الضغط ويرتفع السكر وهاي مضاعفاتها. فاحنا نقول واحد يمارس الرياضه بس بجو معتدل، درجه حراره الغرفه اللي نقصد به 25 درجه او اقل ممكن انه يمارس الرياضه بيها. والرياضه نقول اكو معتدله الشده واكو شديده، احنا اثنينهن مطلوبات لصحه القلب. المعتدله انه نقول مثل ما نقول مشي او مثلا يركب دراجه بس خفيفه، يعني هاي الشغلات اللي سباحه ممكن انه يعوض بيها، هاي ممكن انه يمارسها. ونقول كل ربع ساعه هاي ضروري حتى لو درجه حراره الغرفه، كل ربع ساعه لان هو راح يتعرق هواي نشرب سوا، كل ربع ساعه هو سوا. طيب هل هناك بعض الاغذيه اليوم اللي تنصحين بها حضرتك كطبيبه تغذيه لل يعني اشخاص حتى يحافظون على ضغطهم خلال فتره الصيف؟ اي نعم، الفاكهه والخضره كلش ممدوحه، يعني عن منظمه الصحه العالميه للحفاظ على اكو هي يسموها حميه داش اللي هي السيطر على الضغط، انه 5 حصص فاكهه وخضره باليوم، يعني 5 حصص خضره اللي نقصد بها يعني كوب، الكوب الواحد من الخضره يعتبر حصه، فاحنا خلينا نقول 5 أكواب خضره خلال اليوم. شلون واحد يقدر يدخلها؟ لان انتم تعرفون الخيار هو يعتبر مي، 3/4 هو مي صح لو لا، وشويه الياف اليافها ممدوحه. يعني اذا واحد يزيد خضره معظمها هي حتى الخضره الورقيه، السبزي ومثلا البروكلي والقرنابيط، كل ذني الخضره الموجوده بالسوق هنا يعني تهبط الضغط او تحافظنا بالسيطره على الضغط، لان يعني تحتوي على البوتاسيوم وتحتوي على مي، واثنين احنا نحتاجهم. بالنسبه للفواكه اهم 5 حصص اللي نقول يعانون من سمنه او زياده وزن ممكن انه يصير يعني تقريبا نقللها، نقول من 4 إلى 6 حصص، طبعا تختلف الذكر عن الانثى او شيء، بس كمعدل من 4 إلى 6. الحصه الواحده بالنسبه للفاكهه تعادل حجم تفاحه تقريبا، او اذا فواكه مجففه نقول ربع كوب فواكه مجففه، او اذا عصير نقول نص كوب عصير فواكه طبيعي، يعتبر هاي حصه واحده. فاحنا ايش قد نحتاج خلال اليوم؟ 4 نقول إلى 6. طبعا اذا رجل وطويل وضخم طبعا يحتاج 6 حصص، بينما اذا مره ويعني طولها قصير او شيء تحتاج خلينا نقول 4 حصص. فهاي كمعدل. فاحنا من حوضنا من الفاكهه والخضر، طبعا بالفواكه الشغلات اللي ممدوحه انه يسيطر على الضغط مثل ما تعرفون التمر، الموز، هذني به نسبه بوتاسيوم عاليه. والرقي والبطيخ خاصه، الرقي والبطيخ على مود السوائل مالتها لانه مليانه سوائل، فاحنا ننصح بها على مود الرطوبه مالتها. وطبعا هي الالبان كذلك كلش مهمه، الالبان لانه بها سوائل بها بوتاسيوم فتفيدنا. بس يعني دائما نقول انه الالبان يعني اضافه للكالسيوم والمغنيسيوم. الالبان بكل مشتقاتها، الالبان يعني نقصد بها اللبن او الحليب مو الجيمر. انا هواي مرات اقول مثلا انه اي عاشت ايدكم. يعني احنا الجيمر هو الطبقه الدهنيه اللي موجوده بالحليب. فاحنا هاي ما نريدها للي عندهم ضغط، لا هاي ممكن انه يعطوها للاطفال، بس اللي مثلا عنده مثلا ضغط لازم يشرب يعني قليل الدسم او بدون دسم، فحليب او لبن. يعني انه بيه كالسيوم، الكالسيوم يسيطر على الضغط، المغنيسيوم يسيطر على الضغط، البوتاسيوم البي يسيطر على الضغط، السوائل البي تفيدنا للضغط. فاحنا 4 شغلات نحصلها من الحليب ومنتجاته. فعن منظمه الصحه العالميه ايش قد ممدوحه كحصه يوميه، نقول كوبين الى 3. نتمنى انه هذه كل المعلومات اللي ذكرتيها الان يستمعون لها، يعني خاصه مرضى الضغط وتحديدا طلبتنا اللي
ممكن يصير عندهم تخلخل بالضغط، ممكن بسبب الامتحانات والتوتر، فهو بالقاعة وتشوفي إن تخلخل الضغط وتخربط. فمثل ما ذكرتي معلومات مهمة، الحليب ومشتقاته والفواكه والعصائر، هذه الأم لازم تكون عندها معلومات بها حتى تزود جسم أطفالها وأبنائها بالطاقة، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. معلومات قيمة، نشكركم وشكر جزيلا دكتورة صبا عبد الرزاق الجنابي أخصائية طب أسرة وتغذية، شكرا جزيلا لكم وموفقين إن شاء الله. الله يخليك. إذن مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم بأفراح عيد الغدير الأغر، وهذه الأفراح مثل ما ذكرنا هي في كل مكان من يعني بشيعة أمير المؤمنين والمحبين والموالين. وسوف ننتقل باحتفالية عيد الغدير المركزي في ألمانيا بالتحديد مع مراسلنا محمد الخفاجي لنتعرف على الأفراح والأعياد في هذه المنطقة. بمزيج من الفرح والسرور يجدد الموالون البيعة في عيد الغدير الأغر، حيث أقيم في مسجد حضرة محمد صلوات الله عليه وآله في مدينة هانوفر الألمانية حفلا مركزيا للشباب بمشاركة عدد من علماء الدين والمحاضرين باللغة الألمانية. كما تضمن الحفل مشاركة واسعة لشباب قدموا من مختلف المدن الألمانية. في هذا الحفل يطرح العلماء المشاكل الدينية والعقائدية لدى الشباب ويقدمون الحلول المناسبة لهم، وهذا ما يميز مثل هذه البرامج التي تقام باللغة الألمانية، ولذا نرى إقبال الشباب كبير عليها، علاوة على مشاركة الشيعة من جنسيات وأعراق مختلفة يجتمعون كلهم تحت خيمة الغدير، وهذا له انعكاس إيجابي. هنا الشباب من كل جنسية، لو كانت ألماني لو أفغاني عربي، و هيك مجالس تخلي نحس يعني احنا مو بغربة، عايشين مو بالغربة، عايشين يعني مجتمع شيعي إسلامي هنا بألمانيا. كلمات الحفل وفعالياته ركزت على المعاني التي من الممكن تعلمها من بيعة الغدير والركائز العقائدية التي يجب أن يتعلمها الشباب منه، فيما اشتملت فعاليات الحفل على فقرات متنوعة كالمسابقات وإلقاء الموشحات وفقرات ترفيهية للأطفال. الإيجابيات بالخصوص بالدول الغير إسلامية، بالخصوص بألمانيا اللي أكو هواية أشياء تجلب الشباب إلى شغلات مو زينة، هيك برامج تخليهم يتعرفون على الدين، بالخصوص هاي البرامج باللغة الألمانية. احنا نبيع الكتب باللغة الألمانية، عندنا صفحة مع الانترنت تبيع كتب وتبيع ملابس وشغلات للمسلمين اللي ساكنين بألمانيا بالأخص الشباب. هوية المرء العقائدية تتضح من خلال حضوره ومشاركته في مثل هذه البرامج، فهنا يتمكن الشباب من التعرف على هويتهم الدينية، وكذلك يمكنهم إقامة العلاقات الاجتماعية مع بعضهم البعض ممن يشاركونهم في المعتقد، وكذلك هي فرصة للحوار فيما بينهم والاستماع لآرائهم واستفساراتهم الاجتماعية والدينية. الفائدة من هذا البرنامج أنه يعطي أكثر التزام للشباب الملتزم، للشباب المولود هنا خاصة في ألمانيا، الجالية العراقية وأيضا جميع الجاليات الالتزام، خاصة هذه البرامج احنا خاصة بلاد الغرب كنا نفتقدها، وخصوصا للعائلة العراقية يكون تعطي أكثر لأولادهم التزام، وأيضا تعكس صورة جيدة عن أهل البيت وتمسكنا بالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تميز هذا الحفل أنه كان مخصص للشباب ليرسخ لديهم العقيدة بالإمامة والولاية، علاوة على ذلك أنه كان من تنظيمهم بكل تفاصيله. حمد الخفاجي، قناة كربلاء الفضائية، هانوفر. محمد الخفاجي على هذا التقرير من ألمانيا، ومتواصلين بباقي فقرات صباح كربلاء. حان الآن الوقت اللي يجمعنا مع زملائنا في استوديو 313 لمعرفة آخر أخبار درجات الحرارة، واليوم ويانا زميلنا مصطفى ستار. صباح الخير وصباح العافية عليك مصطفى. واليوم احنا دلاحظ يعني فتشي ملموس بانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ما أعرف توافقني الرأي أم لا.
صباح الخير والعافية إسراء وأنهاوند ولكل مشاهدي قناة سوزان معنا اليوم. عفوا سوزان ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، إن شاء الله صباح بدء التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. بالتأكيد نوهنا يوم أمس حول المنخفض الذي سوف نحس به في يعني اليوم وأيضا غد، وأيضا تظهر تأثيراته بعد غد. انخفاض سيكون واضح وملموس في درجات الحرارة، ستنخفض في كربلاء يعني بالتحديد إلى تقريبا 43 درجة مئوية، كانت سجلت يوم أمس قرابة 50 أو 51 درجة، فتقريبا 7 درجات انخفاض إلى 8 درجات في درجات الحرارة. إن شاء الله سيكون الانخفاض ملموس وواضح للجميع. إن شاء الله صحة وسلامة للجميع. إذن مصطفى دعنا نتعرف أكثر وأكثر على تفاصيل الطقس معكم. شكرا جزيلا. تفاصيل أوفى وأدق عن الحالة الجوية في بغداد وباقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم سادتي الكرام أينما كنتم وتكونوا في صباح جديد مع نشرة الأنوال الجوية التي تأتيكم دائما وأبدا ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدأ كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوال الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة في البلاد لهذا اليوم الأحد 23 من حزيران، حيث سيكون الطقس صحوا حارا يتحول تدريجيا إلى غائم جزئي مع تصاعد للغبار. درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وستنخفض قليلا في المنطقة الوسطى. أما طقس يوم غد بإذن الله تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، أيضا هنالك فرص لتصاعد الغبار في عدة أماكن مدى الرؤية، سيكون بغداد جنوبا هنالك في البصرة، أيضا الأجواء مشمسة في البصرة 30 درجة مئوية الصغرى، أما العظمى سترتفع إلى قرابة 48 درجة مئوية هنالك. في الاتجاه المعاكس شمالا في أربيل أيضا الانخفاض الواضح في درجات الحرارة 40 درجة مئوية فقط العظمى 26 الصغرى، والأجواء ستكون مشمسة هنالك سادتي المشاهدين. في محافظتنا المقدسة كربلاء أيضا انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة عن يوم أمس 30 درجة مئوية الصغرى، العظمى سترتفع لتسجل قرابة 43 درجة، الأجواء ستكون مشمسة هنا في كربلاء المقدسة. أيضا ننتقل بالعودة إلى جنوبنا الحبيب، أيضا هنالك الأجواء ستكون أيضا حارة في ذي قار 33 الصغرى و 49 العظمى، والأجواء ستكون مشمسة هنالك في ذي قار. شمالا في السليمانية أيضا انخفاض واضح وملموس هنالك 25 درجة مئوية فقط تبدأ الصغرى وتنتهي ذروة العظمى عند 40 درجة مئوية، الأجواء ستكون مشمسة كذلك في السليمانية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا 44 درجة مئوية ستصل ذروة العظمى لهذا اليوم الصغرى 30 درجة، الأجواء ستكون مشمسة في بابل الحبيبة. أيضا ننتقل إلى ميسان جنوبا، الأجواء ستكون مشمسة في ميسان كما تلاحظون 32 درجة مئوية الصغرى وسترتفع العظمى لتسجل قرابة 40 درجة مئوية. أيضا في محافظة دهوك الأجواء مشمسة 25 درجة مئوية الصغرى، ما العظمى سترتفع لتسجل قرابة 40 درجة مئوية هناك. أيضا في محافظة الأنبار الأجواء كما تلاحظون والانخفاض واضح وملموس في الحرارة 28 درجة مئوية الصغرى، العظمى سترتفع إلى 40، الأجواء ستكون مشمسة هنالك في الأنبار. في النجف الأشرف تبدأ الأجواء ب 31 درجة مئوية الصغرى، العظمى سترتفع لتسجل قرابة 43، الأجواء ستكون مشمسة هنالك في النجف الأشرف. أما في الديوانية لهذا اليوم 44 درجة مئوية ذروة العظمى ستصلها الصغرى، سجلت لهذا اليوم 34 درجة مئوية والأجواء ستكون كباقي المحافظات مشمسة هنالك. أما في الموصل شمالا 41 درجة مئوية انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة عن
الأمس والأيام الماضية 26 الصغرى، والطقس سيكون مشمس هنالك في الموصل. أما في الديوانية تبدأ ب 28 درجة مئوية صغرى وعظمى 43 درجة، الأجواء ستكون أيضا مشمسة هنالك في ديالة. أيضا في محافظة واسط تبدأ ب 30 درجة مئوية وترتفع 10 درجات مئوية فقط لتسجل 40، والأجواء ستكون مشمسة في واسط. أما في صلاح الدين الأجواء أيضا مشمسة في صلاح الدين، تبدأ ب 28 درجة مئوية وترتفع لتسجل 41 درجة هنالك. أما في كركوك سادتي المشاهدين، الحرارة تبدأ ب 29 درجة مئوية وترتفع لتصل وتسجل ذروتها 40 درجة، والطقس سيكون مشمس أيضا هنالك. مسك الختام سادتي المشاهدين في محافظة المثنى التي تبدأ ب 30 درجة مئوية الصغرى والعظمى ستبلغ 45، والأجواء مشمسة هنالك. نعم سادتي المشاهدين، أما في أخبارنا العالمية، موجة حر غير مسبوقة تضرب دول العالم بعد تسجيل مئات الوفيات في العديد من دول العالم. تتواصل التحذيرات من موجة حر غير مسبوقة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. تشهد العديد من دول العالم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا هنالك تحذيرات من أن التلوث الكربوني أدى إلى تغير المناخ بشكل كبير، نتج عنه ارتفاع كبير في حرارة الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقت مضى. وأدى ارتفاع الحرارة في بعض البلدان العربية إلى وفاة عدد من الأشخاص، كما وأعلنت عدة دول أوروبية وآسيوية عن وفيات بسبب موجات الحر التي ضربت في الأيام الماضية. أيضا هنالك حذرت السلطات الأمريكية مواطنيها من موجة حر شديدة ستبدأ مع بداية الأسبوع إن شاء الله، لتضرب عددا من مدن وولايات وسط البلاد، بينما أعلنت العاصمة واشنطن حالة الطوارئ الحرارية. فمع انتهاء موجة الحر القياسية التي سجلت عام 2023، توقع علماء مختصين في الجو أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، وهذا ما يؤكد ذلك هو تسجيل العديد من دول العالم موجات حر لم تعهدها عادة. فالولايات المتحدة الأمريكية مثلا تعاني من موجة حر كارثية من الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، كما ويمثل ضربة اقتصادية حسب خبراء. هذا الخبر العالمي سادتي المشاهدين أثار انتباهنا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الطقس، هذه عودة للزميلات إسراء وسوزان لتكملة باقي الفقرات. إلى الملتقى يوم غد. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، وشكر الجزيل للزميل مصطفى ستار لهذه المعلومات للنشرة الجوية. ومثل ما ذكر قبل قليل، هذا اليوم والأيام التي تليها إن شاء الله سوف تكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة، بالتأكيد سوف تكون هذه الأجواء مناسبة لمن يحاول أنه يصل إلى المراقد المقدسة ومن خلالها يقدم الولاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه والبيعة في هذه الأيام اللي تشهد مناسبة عيد الغدير. ودائما نقول أنه خير الناس هو من يتمسك بصفات أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي يقول اجعل من يراك يتمنى أن يكون مثلك، ومن يعرفك يدعو لك بالخير. هذا ديدن الهدبات المقدسة اللي دائما تسعى إلى أنه تقدم الخدمة المناسبة للزائرين والوافدين، وهذا موضوع بالتأكيد راح نتناوله في فقرة خبر الصباح. في خبر الصباح هناك معلومة مهمة قامت بها العتبة الحسينية المقدسة بالتحديد، إذ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن إطلاقها خدمة جديدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الزائرين الوافدين إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، بتوجيه من متوليها الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام الأستاذ حسن رشيد العبايشي. وقال رئيس قسم حفظ النظام بالعتبة الحسينية المقدسة رسول فضالة بأن الخدمة الجديدة تتمثل بتوفير وسائل نقل للزائرين من العوارض الرئيسية وصولا إلى داخل الحرم الحسيني
الشريف، مبينا بأنه الغاية من هذه الخدمة هو تقليل معاناة كبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء مراسيم الزيارة وبانسيابية عالية بالتأكيد. وأضاف إن هذه الخدمة تتمثل بتوفير الكراسي المتحركة وكذلك عربات الشحن الكهربائية الصغيرة، وهناك المزيد من التطوير في عمل وأداء واجبات الفريق الذي يقدم هذه الخدمة في من منتسبي القسم بالتحديد. وهذه الخدمة تحتاجها مثل ما ذكرنا كبار السن وخاصة هذه الفترة، لأنه بنفسهم يزورون إن شاء الله. نعم إن شاء الله، ويوفروها ضمن هذا الوقت اللي يشهد أيضا ارتفاع بدرجات جهود الحرارة. مباركة إن شاء الله، وهذا التعاون إن دل على شيء يدل على يعني كمية الخدمات التي اليوم توفرها العتبات المقدسة إلى كل الزائرين الكرام. متواصلين وإياكم بباقي فقرات صباح كربلاء، انتظرونا. حياكم الله مشاهدين الكرام. وعلم الإنسان ما لم يعلم. اليوم التطور الحاصل كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل من خلال هذا الدماغ الذي يعني به كثير من الأشياء. اليوم الإنسان يواكب هذا التطور. اليوم من خلال فقرة ثقف نفسك راح نتعرف على ثورة علمية حقيقة، يعني من خلال إعادة نمو الإنسان من جديد، حيث تجرى في مستشفى جامعة كيوتو اليابانية من سبتمبر إلى أغسطس 2025 30 رجلاً تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 64 عام، والذين فقدوا ضرساً واحداً على الأقل. طبعاً سيتم اختبار العلاج الوريدي لفعاليته على الأسنان البشرية بعد أن نجح في إنماء أسنان جديدة في نماذج حيوان النمس وفئران التجارب دون آثار جانبية كبيرة. وقال الباحث الرئيسي كاتسو رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو، في حين لا يوجد حتى الآن علاجاً يوفر حلاً دائماً إلا أن توقعات نمو الأسنان عالية. بعد المرحلة الأولى المقرر أن تستمر 11 شهر سيختبر الباحثون الدواء على المرضى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنين إلى 7 سنوات، الذين فقدوا 4 أسنان على الأقل بسبب نقص الأسنان الخلقي، والذي يقدر أنه يؤثر على 1% من البشر. ثم يدرس الباحثون إمكانية توسيع التجربة لتشمل أولئك الذين يعانون من انعدام الأسنان الجزئي أو الأشخاص الذين فقدوا من سن واحدة إلى 5 أسنان دائمة بسبب عوامل بيئية، وهي ظاهرة يختلف معدل حدوثها من بلد إلى آخر، ولكن يقدر إلى حوالي 5% من الأمريكيين الذين فقدوا أسنانهم على سبيل المثال مع حدوث أعلى بكثير بين كبار السن. سبحان الله، يعني اليوم من خلال هذا التطور العلمي ومن خلال بحوث الدكاترة اللي دا يتوصلون إلها حتى دا يصير نمو أسنان من جديد. يعني إحنا قبل ما كان هذا الشيء، يعني زراعة الأسنان أو تركيب يعني أسنان مؤقتة، لكن اليوم من خلال هاي التجارب في اليابان يستطيعون نمو الأسنان يعني من سن واحدة حوالي إلى 5 أسنان. نعم بالتأكيد، مثل ما ذكرتي ضمن معلومات هذا الخبر الكل يحتاجه واقعا، يعني في بعض الأحيان حتى الأطفال، إحنا مو فقط كبار السن اللي ممكن يخسرون أسنانهم بعد ما إلها بزيل، ممكن حتى طفل صغير يعني هذا في بداية عمره تلاحظين أنه يا أما ممكن بسبب حادث أو بسبب مشاكل صحية تشوه الأسنان الخلقي مثل ما يعني 1% يصيب من البشر، لكن الآن الحمد لله دا يعالجون هاي الظاهرة. نعم بالتأكيد، هذا لما راح يتعوض وراح يكون هناك فرصة جديدة لأنه ينمو عند هذا السن بالتأكيد راح يسبب له سعادة، وممكن يمارس حياته بشكل ممكن مثل ما ذكرتي يعود للحياة بشكل طبيعي. جميل اليوم الأشخاص اللي يخلون تجاربهم على أشياء تفيد البشر. أحسنتي، يعني كلش إحنا محتاجين هذا الشيء، العلماء اللي يتوصلون إلى هذه الأبحاث والأبحاث اللي تخدم البشرية، هاي فشيء جدا جميل وراقي أنا أعتبره، ويكون يعني حتى لهم مثلا حتى من يتوفون
يعني يصير رحمة لهم. نعم. ويقال أيضا خير الناس من نفع الناس. يعني ماكو فائدة ومنفعة ممكن مثل ما ذكرتي إذا ما كانت في مجال الطب بالتحديد ومجال الثقافة وكل المجالات هي مهمة إذا كانت في خدمة البشرية سواء فكريا أو سواء بناحية الجسم ممكن مثل ما ذكرتي قبل قليل هذه المعلومة جدا مهمة ونتمنى إحنا يعني نصل إلى مرحلة نستفاد. هذا نرجع إلى قول رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يعني بعض العلماء يعني يقولون احنا توقفنا على عمر محدد وطينا بعض التجارب والابحاث اللي خدمه البشريه، لكن بعضهم يتواصلون ما زال وعدهم عمر يتواصلون بتقديم ابحاثهم وتجاربهم لخدمه البشريه. نعم احسنتي. اذا مشاهدينا الكرام متواصلين واياكم بباقي فقرات صباح كربلاء، وصلنا واياكم الى مسك ختام فقرات حلقه هذا اليوم، واكيد الختام ما يحلى الا من خلالكم، من خلال ارائكم سواء كانت اراء ميدانيه او الاراء التي تصل لنا على الموقع الرسمي لمجموعه قنوات كربلاء الفضائيه. سؤال التفاعل لحلقه هذا اليوم واللي اعدته زميلتنا العزيزه سوزان يقول: ما هي صفات من يجدد البيعة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ خلينا نتعرف على آرائكم الميدانية مع الزميل ماجد الأسدي ثم لنا عودة. ألا من كنت مولاه علي صار مولاه هنا الحق عرفنا علي يا ولي الله علي يا تحية طيبة لكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: ما هي صفات من يجدد البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ ابقوا يا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. مستودع مستقر قلب بصير. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سيدنا، شنو صفات اللي يجدد البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ ابتداء نبارك لكم هذه المناسبة العزيزة، المناسبة العظيمة في السماء والأرض على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ألا وهي بيعة الغدير. في الواقع فيما يرتبط بالصفات للمؤمن من حيث علاقته في هذه المناسبة، يفترض للمؤمن الذي يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه وصي وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، أهم عمل للمؤمن هو أن يتتبع آثار أهل النبوة، أهل بيت النبوة، وأن يقتدي بآثارهم في جميع شؤونهم، وإن كان ذلك على مستوى النسبية والتشكيك، لكن وظيفة المؤمن هو أن يتتبع هذه الآثار حتى يحقق مصداق انتماء لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إقرارنا للولي صار المرادة للدين يا مولاي. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم بجولتنا الصباحية ونلتقي بأحد المشاركين. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا غاتي وكل عام أنتم ألف خير، مبروك عليكم تتويج الإمام سلام الله عليه في هذه البيعة. شنو تحضيراتكم العيد الغدير؟ والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذا البلد، وأن يكسي كل عريان، وأن يدفع الهموم والغموم، ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار بحق محمد وآل الأطهار. سيدنا، شنو صفات الشخص اللي يجدد البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ بالنسبة من مستوى إسلامي أن تكون هي طاعة لله سبحانه وتعالى، منطلقا من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله. فطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله تأتي طاعة ولي الأمر، فبما أنه ثبت دليلا قرآنيا وتاريخيا بأن هنالك بيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم الغدير، فيجب جميع على المسلمين اتباع والاقتداء كما لهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله، يجب التأسي بأمير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم صفات الشخص اللي يتبع اللي يجدد البيعة لأمير المؤمنين أنه لازم يقتدي بأعمال الإمام علي عليه السلام، يقتدي بالصلاة، يقتدي بالصوم، يقتدي بصلاة الرحم. نعم أحسنت،
بالنسبة للاقتداء، الاقتداء عنده عدة نتائج. النتيجة الأولى الاقتداء الظاهري، وهو واجب على كل المسلمين سواء من النبي إلى أدنى إنسان، هذا جانب. جانب ثاني تبقى الأمور الأخلاقية، الزهد بالدنيا، الحث على طلب العلم ومن هذا الباب. شكرا جزيلا سيد. الله أحسنت، الله يسلمكم كل الهادة. الله يحفظك. يا ولي الله علي، يا ولي الله. السلام عليكم حجين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. تحضيراتكم العيد الغدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. إحنا إن شاء الله موالي الأمير المؤمنين سلام الله عليه، والموالي الأمير المؤمنين سلام الله عليه يكون مواظب مثلا على صلاته، مساعدات للناس، يكون بيعة الأمير المؤمنين يوم الغدير، يعني يكون يعني مواظب عليها دائما وملتزم بأخلاق أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. شنو صفات الشخص اللي يجدد البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام؟ صفات الشخص البيعة أمير المؤمنين يكون يعني إذا بايع العام الماضي يكون السنة يعني مبايعته تصير أشد وأقوى، لأن الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم الغدير بيع لكل المسلمين، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام علي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، لازم هذن دائما هو مواظب عليهن ومستمع عليهن، لأن الإمام علي سلام الله عليه هو قدوة للمسلمين، قدوة ونقتدي به، لازم تقتدي به كل البشرية يعني بدون استثناء. وإحنا إن شاء الله من حضرة أبا عبد الله الحسين نبايع أمير المؤمنين، نقول له بايعناك يا أبا الحسن علي، إن شاء الله إحنا يوم الثلاثاء القادم هو يصادف ببيعة الإمام، إحنا إن شاء الله نذهب للإمام علي، لازم نكون نروح حتى نجدد البيعة، يعني حتى نفرق نفسنا لهذا اليوم. علي صار مولاه، هنا الحق عرفناه، علي يا ولي الله، علي يا ولي. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، نلتقيكم في جولات صباحية جديدة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونشكر الزميل ماجد الأسدي على هذه الجولة. وصلنا إلى تعليقاتكم التي وصلت على الموقع الرسمي لمجموعة قنوات كربلاء الفضائية. سوزان، كثير من التعليقات تخص هذا السؤال. نعم. تعليقات مثل ما ذكرتي قبل قليل، اللي هي ما هي الصفات اللي يتحلى بها الشخص اللي ممكن انه يكون يجدد البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن التعليقات اللي وردت، حسن حسين يعلق ويقول يجب ان يلزم نفسه بالبيعة قولا وسلوكا، يكون علويا في كل منطلقاته، ورعا متميزا بطهارة الجوارح، فضلا عن الصدق والنقاء في تعامله. أيضا الكاتب مرتضى منير يقول تقميص أو تقمص صفات الإمام علي عليه السلام هو أعظم معايدة نقدمها بمناسبة عيد الغدير، ومن حكمة الإمام علي عليه السلام يمكننا أن نستلخص العديد من القيم المهمة، منها الحكمة في اتخاذ القرارات والعدل في التعامل مع الآخرين، الشجاعة في مواجهة التحديات، التسامح، الرحمة في التعامل مع الناس. أحسنتي. مثل مشاهدين الكرام، يعني نأسف لأن وصلنا إلى نهاية الحلقة، لكن أكيد ما ننسى تعليقاتكم، راح نذكر على عجالة أسماءكم إن شاء الله لضيق الوقت. الحاج عبد الكريم الخفاجي، على جعفر العراقي، يا أبا الفضل، وأيضا فاطمة، أم علي، همس القوافي، وأيضا قبس نور، ونور الأسدي، وأيضا حسن الشعلان، خادمة الحسين، عبد الزهرة، أحمد الأبيض، جهاد جارود، حسن حسين، ونبع الحنان، علي الحمزاوي، حسن هادي، أم مصطفى، وحيدر الكردي،
كلهم اليوم تعليقاتهم كانت حقيقة جميلة، وإن شاء الله دائما تكونون من الموالين لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلنا إلى ختام الحلقة، وأكيد مسك الختام وميح لإلا معك سوزان. شكرا جزيلا، وعاشت إيدكم على هذا العداد المميز، وإن شاء الله في حلقات قادمة أيضا سنكون مع عيد الغدير ومع هذه المناسبة اللي نحاول أن نحتفي بها بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ونختم بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول: للناس ظاهر والمظاهر تخدع، فلا تحكمن بالذي ترى وتسمع، فليس كل ما نرى دل على الورى، فالعين ترى لكنها لا تتوقع، عاشر الناس لتدرك أصلها، حقيقة المرء بالعشرة تصدع. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم في أمان الله وحفظه.